أهلا ومرحبا ثانيا معاكم. اليوم بنتكلم شوية عن ستيج كيبورد سي كي 61 كيز. أنا نزلت فيديو مسبق قلت لكم إن أول مرة اليماها تنزل يعني نوع من هذه الكيبوردات وسماعة منه فيه داخلية. العادة هم ينزلون سينديسايزر لازم تحتاج إلى ميكسر وسماعة، لكن هذا ما شاء الله نزل يعني مثل ما تشوفون. بنتكلم عن الاصوات مالي شويه، براويكم الميزات الحلوه اللي فيه. هو اصلا مسمين ستيج كيبورد، يعني كأنه كيبورد نازل بس حق الستيج، حق الناس اللي يبون يعزفون على الستيج. طبعا نبدا نشوف الكنوبزات، هاي كلها الزراير. نبدا من اليسار البيتش بند، عندكم هني دراو بار، هاي الناس اللي يحبون يستخدمونها في الاورجن، دراو بار حق اصوات الاورجن. الكنترول هني مال الاصوات، هاي تلاحظون مجموعه الاصوات كلها. عندك هني ريجستريشن ميموري 8، تلاحظون نفس الكيبورد نفس البي اس ار. يعني في عندكم هني ثلاث اصوات تحطونهم مع بعض مثل ما شرحت قبل. مثلا الحين هذا صوت اقدر احط معاه صوت ثاني، بيانو رود، بعد ثالث، ثلاث اصوات. شوفوا هذا صوت وهذا صوت وهذا صوت، الثلاثة مع بعض. شوف الزراير كلها منورة، ثلاث أصوات مع بعض، وتتحكم في كل صوت بالدرجة ماله، كل صوت بالدرجة ماله تتحكم في الفوليوم مال الصوت، يعني تبغي أي صوت أعلى. والحلو في نيجي على اليمين هني، هاي الكنوبزات كلها حاطين لك اياها برا، يعني العاده في البي اس ار موجوده داخل في الشاشه، هني حاطين لك كل شيء برا اللي هو الاتاك والريليز وهالاشياء. يعني مثلا الحين خلينا نحط صوت واحد، مثلا هنا هذا الريليز، نطول على الصوت. طبعا الريليز كلكم تعرفون يجي الصوت من الاتاك، من الصوت يجي فيد من تحت الى فوق، هذا العادي. الحين بسوي اتاك حق الصوت، اتاك كامل. شوفوا هني تتغير، يعني لما انت تجي تتحكم في اي زرار تطلع عندك في الشاشه. هني شوف الاتاك، الصوت يجي من اسفل الى اعلى على حسب الدرجه اللي انت مختارها. انا مختار الحين اخر شيء اللي هو 63، كله تشوف كل ما تغير 55 الصوت. شوف يطلع لك الصوت من الاسفل الى الاعلى. هاي بخصوص زرار الاتاك. طبعا الريليز معروف، هذا صوت عالي الحين، ريليز بعطيه ريليز يعطيك مثل الصدى، كانه شوف كانه ديلي يتأخر. شوف كل ما تزيد، يعني شوف هولد تنتقل على الكورد الثاني، الثالث. هاي بالنسبة للريليز. وكلمة الريس نونسم هذه، يعني هذا الصوت، يعني مثلا بحط هذا الصوت، زرار الريس نونس هذا يعطي شوف حدوده، كأنك تسوي فلتر حق الصوت مثل الحاد، إذا حاد إلى يعني من الحاد إلى يعني غير حاد. يعني شوف يوضح. والحلو فيه إن كل شيء تقدر تتحكم فيه موجود زراير، يعني أنت حين موجود تبغي تلغي الخدمة هاي على طول، شوف أون أوف يرجع الصوت معاك طبيعي، ما يحتاج انك انت ترجع بالكنوبز على طول، يرجع الصوت طبيعي. وطبعا هنا عندك هذه فئة الديبث، الديبث مثلا شو هنا، مثلا الصوت نشغل الديبث، شوف تختار الحين تحت، تختار فوق، شوف الروتري، اللي عقبه الديست،
واللي عقبه الاو درايف، وعلى فكرة كل شغلة تقدر تتحكم فيها من الكنوبز. يعني هاي الاور درايف الحين، شوف الطريقة هاي اروح اتحكم، شوف لين 127 زيرو يطلع لك في الشاشة. الحين برد على الديسك مثلا، شوف على فكرة سماعاته جميلة جدا، يعني سماعاته وايد جميلة. تبغي تخلص من الشغلة هاي على طول، عندك اون اوف خلاص يرجع الصوت طبيعي، شوف يرجع الصوت عندك طبيعي. وعندك هني اللي هو كذلك في ديبث وفي الريت، هاي خدمات كلها حق مثل ما تقول حق الاصوات، بس هني تختلف. روح على فوق هني، شوف الزرار هذا تتحكم هني، لا عاطينك زرار ثاني تتحكم كيف تختار الخدمات اللي هني. شوف فلينجر تيجي عليهم، فلينجر على هاي اللي تريد انت. شوف خلينا ناخذ صوت البيانو، جالاكسي اوف لوف، هاي مقطوعتي الموسيقية الأخيرة اللي أنا نزلتها. وتيجي هني عندك التايم اللي هو الديلي، هني الإفكتات، هني الإفكتات مثل ما أقول لك، إفكت مثلا ديلي ما ديلي، هاي الأشياء تختارها على كيفك. شوف تختار على كيفك هني الديلي مثلا. واخر شيء هني عندكم اللي هو الايكولايزر، حلو لان الايكولايزر موجود حاطي لك اياه هني على كيف. مثلا تشوف الحين الصوت لو ايكولايزر تتحكم في السماعات. اعطيتك الحين عن الكنوبزات وشو شغلاتها، وصراحة كيبورد يعني عبارة عن ستيج كيبورد، هم مسمين ستيج كيبورد، والشغلات كلها مش موجودة في الشاشة، كلها الزراير الشغلات حاطين لك اياها برا عشان تكون سهلة عليك على الستيج، بدل ما تروح مثل الكيبوردات الثانية وفي الشاشة وهذه الامور. احنا نتكلم عقب عن الاصوات. الحين شو الاصوات اللي نختارها؟ مثلا البيانو هذا بنزله فيديو بروح الاصوات عشان اكسب فلوس على قولتهم، عرفت؟ هذا الوصف بروحه بننزل عقب